جراف اوكي النودز وكل نود دقيقة تبعها 3 يعني كل نود عندها 3 inches exactly yes exactly 3 inches ايه له دخل من الحل هذا الشيء؟ نعم جراف undirected طيب فبدك تعمل coloring للإدجز للجز بلاك اند وايت الجز مش نودز؟ لا النودز عاديين وبدك تعمل coloring للإدجز للإدجز الإدجز ما عندهم مش لون بدك تعملهم coloring بحيث ما فيش أي سايكل كل إدجز عليها أبيض أو كل إدجز عليها أسود وشو اللي بات؟ شو اللي بات؟ مين؟ طب قدر فيش 10 و5 N أقل يساوي 1000 عندكم graph N nodes وكل node degree تبعتها 3 يعني كل node عنده 3 إدجز بالضبط وgraph undirected ف عندك إدجز بداية ما عندهمش لون بدك تعملهم كلرينج بحيث كل إدج يصير يا بيضة يا سودة ف بدك تعمل كلرينج بحيث كلرينج للإدجز كلرينج للإدجز النودز ما عندهمش لون بدك تلونهم بحيث إنه لو تلاقي أي سايكل بهاي الجراف تكون الإدجز تبعون هاي السايكل مش كلهم أبيض أو مش كلهم أسود فلو عندك سايكل ما بصير كلهم أبيض أو كلهم أسود فاعمل كلرينج كل السايكلز ولا سايكل واحده كل السايكلز يعني اي سايكل تلاقيها ما بصير تكون كلها بيضاء كلها اسود از ات ا فورست انه تكون ابيض اسود كونكتد مش شرط تكون كونكتد مش تري سايكل فورست بغض النظر ممكن تكون وانا انت واحد ذاك ممكن تكون سي دي المفروض افترضوا كونكتد افترضوا افترضوا كونكتد لو هم كلهم اسود كل سايكل لو هو لو مش كونكتد بتحل كل جراف زي هيك استنى شوي اكثر شيء 3 ايدجز بالضبط 3 ايدجز لكل نود بالضبط 3 ايدجز اوكي فانت دايركتد وعدد نودز 1000 ما في مالتيبل ايدجز صح ها ما في مالتيبل ايدجز ولا سيلف لوبس ما في مالتيبل ايدجز ولا سيلف لوبس لا اسمع مني خذ الحل الجديد هذا كله اسود بدل كل سايكل لونه واحد بس عدد السايكلز 2 قوة انا هيك شيء كيف نقول الحل الحل كالتالي نقي اي نود ابدا منها دي اف اس عادي لما تمر على ايدج اذا كان الوقت بتمر فيها عليه اود فخليها بيضه اذا كان ايفن فخليها سودا بس قصدك الديستنس يعني مش الديستنس ترتيب الايدج من الايدج بالفوتو ف الديستنس يعني فهي دبث بالدي اف اس 3 هي نفس الديستنس لا ديسكفري تايم فابدا دي اف اس هاي بلاك هذا النود بعدها وايت يعني الترنيتنج فاعمل دي اف اس زي هيك الترنيتنج يس الترنيتنج ايوه بس ليش هذا الحل صح لو نرسم الدي اف اس 3 تعرف الدي اف اس 3 لا لا بلغي الادجز اللي اف اس لا اللي هي لو رسمت بالضبط كيف ترتيب الدي اف اس بتفوته راح تبدا بالنود حتيجي النود الثانيه بتدخلها حتيجي النود الثالثه بتدخلها حتيجي النود الرابعه بتدخلها هون مثلا مش راح تكون في اي نود تزورها فحترجع ما راح تيجي تزور نود ثانيه زي هيك فبالاخير حيكون عندك تري حيكون كمان عندك تري هسه نحن كيف حنلون حيكون هذا مثلا وايت بلاك بعدين وايت هسا وانت ماشي بالدي اف اس ممكن تجيك تيجي على ايدج بتربط مع نود انت زيرها من قبل مثلا ممكن تكون في نود تربط مع هاي ايدج تربط مع هاي النود فهسا هاي حتلونها بلاك حسب الالجوريثم انه اخر واحدة لونتها وايت الفكرة انه اي ايدج راح تكون وفعليا هاي الايدج حتكون لك سايكل هاي فاي سايكل موجوده حيكون شكلها عباره عن ايدج بتزور من نود من نود بالتري مع واحده من الاسسس تبعونها فتخيلوا سايكل هاي السايكل زي هيك هسا لاحظوا هسا السايكل حيكون شكلهم زي هيك ايدج بتربط بين نود بالتري مع واحد من الاسسس تبعونه
هسا لو طلعته على الباث اللي بربط بنود مع واحد الاسس تبعونه اكيد راح يكون الترنيتنج بهذا الشكل. فبلاك وايت فمستحيل تلاقي سايكل فيها كله بلاك كله وايت، مشان متأكدين كل وايت بلاك وايت بلاك زي هيك عم يلون. يعني اي نود زي هيك اي سايكل من مكانات اكيد حيكون في اثنين ايدجز ورا بعض جايين، هدول اكيد اثنين ايدجز مختلفين باللون. فالسايكل شو هم اشلون؟ الثالثة هاي يس بغض النظر عن لونها حيا مش مهم هسا. فاي سايكل بهذا الشكل جاي نود الانسستور حتكون مهندلينها انه اكيد مش كلها وايت او كلها بلاك. هسا السايكلز اللي بكون شكلهم مش زي هيك ممكن تكون سايكل زي هيك اللي هي هاي الادج بعدين هاي الادج بعدين هاي الادج. فهاي السايكل هاي السايكل طولها 3 ادجز تبعونها مش من الباث بس. فهاي الكيس ممكن مثلا يكون وايت 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 هاي ممكن تعمل مشكلة، بس فعليا هاي الكيس مستحيل. ليش مستحيل؟ عشان ما في ملتيبل ادجز. دخل كيف بدك توصل لهاي اصلا؟ هل ممكن يكون عندي كيس زي هيك؟ لا ما هي هاي نفس الكيس اللي شفناها بشوي. يعني فعليا اوكي لنفرض انه مشينا هون لقينا في ادج زي هيك السايكل، فهي حل منها اي شيء. نفرض لو انها وايت ملتيبل ايدجز هاي ناقصه. اوكي ماشي نغير. فلو كان زي هاي فهاي حل منها اي شيء مثلا وايت، بعدين فاضل نزيد لهون في ايدج لهون فاضل لونها وايت، في كمان ايدج لهون هاد لونها وايت. فهون حيكون في مشكلة انه عندنا هاي سايكل طولها 3 وكلها وايت. هسا اللي بالنص غلط لانه شابك بأربعة بكون بالضبط هيك كيس مستحيلة، مشان اذا كل نود الدقية تبعتها بس 3 مستحيل اكثر. فهيك كيس مشان تصير بحتاج نود تكون الدقية تبعتها 4، فهذا شيء مستحيل فما في مشكلة بحلها. هسا كيس تانية ممكن تصير ليفز شو وضعه اللي هو يكون عندنا ايدج زي هيك لونها وايت وبلاش هون ايدج زي هيك ايدج زي هيك وايت. ف هاي كيس تانية انه عندنا هاي السايكل كلها وايت وكل نود ديجري فعلين تبعتها حتكون ثلاثة. افترض انه كل ديجريز ثلاثة، فهاي ثلاث وهاي ثلاث وهاي ثلاث برضو بس هون ممكن تصلحوا هي التريفة مش فارقة بس بشكل عام بالضبط. فهي السايكل عندنا سايكل كلها وايت وكل نود دقيقة بيتها ثلاث، فهاي راح تعمل لي رونج انسر انه في عندي سايكل كلها وايت. هاي كيف ممكن نحلها؟ فعليا ما بيصير شيء. ايش عم بصير شيء؟ هذا شيء. هي عندك سايكل طولها 3 وكلها وايت. ما هو البلاك بعديه وايت. تمام؟ بس اللي بعدها صارت بلاك. الثاني ما تتطور وايت اصلا. يعني اللي فوق لازم تكون بلاك. بالضبط. هاي لا انت بديت الديفس من هنا، جيت على هاي النوت حكيت تخليها وايت. تمام. بلاك وايت بلاك. طيب هسا هون انت ماشي وايت الثاني بلاك. وايت لازم فوق بلاك بلاك مش وايت زي هيك
فبالضبط اذا مشيت بهاي الطريقه فهي الكيس يعني الفكره انه اذا تو سايكلز طالعين من نود واحده بلاك يعني هي حسب كيف بتلون النود بالضبط ومش شرط تكون وفعلا مش راح يكون الترنيتنج بدك لما تروح على نود جديده يكون الترنيتنج انه هاي الباث يكون الترنيتنج وايت بلاك وايت بلاك هون وايت هون بلاك فهاد الالترنيتنج اللي بدك اياه فهو فعليا مش حسب الترنيتنج حسب كل ايدج تمشيها مشان ممكن يعني هسه التري الالترنيتنج سايكلز مش شرط تكون يس تري الالترنيتنج والسايكلز عشوائي بتقدر تحط اوكي فالفكره انه بديش الالترنيتنج كله انه ممكن اوصل هاي الوايت بلاك بعدين يجيني هون سايكل زي هيك فهي احطها وايت بعدين انزل هاي ايدج احطها بلاك بس لو كان الترنيتنج فهذا الحامل نو وايت بلاك بعدين وايت بعدين كامر بلاك بس هذا الشيء بديش اياه بدي الباث بالتري يكون الترنيتنج فانا بعمل بحيث الباث بالتري يكون الترنيتنج دائما بلاك وايت بلاك وايت بلاك وايت واذا اجاني سايكل فبحطها اي شيء ما عدا السايكلز الجايين على ليف بالتري انه لو هطلع على ليف بدي فيستيفال تري فاكيد حيكون في عندها اثنين سايكلز لفوق بغض النظر شو هم هون وقتها لازم تحط بس هدول اثنين لونين مختلفين فهذا الحل امشي دي اف اس بالتري وخلي كل باث من ليف الروت للليف الترنيتنج واي تجيك سايكل من نود لأساس تبعها حطها راندوم ما عدا الاثنين ايدجز بيكونوا سايكلز مع الليف انه الليف حيطلع عندها اثنين ايدجز حيكونوا سايكلز هدول الاثنين ايدجز خلي الوانهم مختلفين فهذا الحل صح اي سؤال بس تطلع هون قبل لا تطلع اي سؤال على السؤال